فأنا مهتم نفسي أكون ليا اهتمام لما يقول لي اسمع يا شعبي فأتكلم. لما ربنا يتكلم محتاج أقعد أسمع. في ناس لما بتيجي تسمع كلمة ربنا أو الكتاب المقدس تسمعه إزاي؟ مش بيقراه، أو يقراه كده تيكاوي، واحد يقول لي أنا بحطه في وداني واسمعه أنا ماشي كويس، لكن مش دي الكفاية. يعني دي ممكن تكون خطوة زيادة، خطوة زيادة زي اللي بيصلي مزامير وهو ماشي. ماشي خطوة زيادة، لكن المخدع فين والقعدة اللي هي أنت وربنا بس دي فين؟ اسمع يا شعبي فأتكلم. اسمع، اديني وقت اسمع فيه، اديني انتباهك، أنا هتكلم فأشهد عليك الله إلهك. أنا هشهد عليك يعني إيه؟ مش جاي سوري آسف، مش جاي أعلم عليا يعني، لكن ربنا يقول أشهد عليك يعني كلامي هيكون شهادة على أعمالك عشان تلحق تصلح نفسك. مش عشان هو مش جاي يديننا دلوقتي، لسه الدينونة مش دلوقتي، دلوقتي لما تقعد مع الإنجيل وتشوف الإنجيل ده بالنسبة لي زي المراية، أقرأ فيه وأشوف الوصية ولاقي الوصية بتشاور على إيه؟ على خطأ عندي، على تقصير عندي، وماله تعالى بقى هاته وابتدي من أول تاني. فيقول لك إيه؟ اسمع يا شعبي فأتكلم أشهد عليك الله إلهك أنا، فأقف قدامه إيه؟ مهتم جدا. ولما يقول الله إلهك أنا، هو أنت كنت جاي تتقيني عشان عايز إيه؟ حطلنا هنا هدف العلاقة بالله، الله إلهك أنا عايز ايه من ربنا؟ عايز ربنا نفسه، عايز ربنا نفسه، والباقي يزاد لكم. هو ملكوت الله ايه اللي قاله اطلبوا اولا؟ ملكوت الله وبره. فلما يقول اسمع فاتكلم اشهد عليك الله الهك انا، كانه بيقول لي ها مركز واخد بالك، كلامي هو اللي هنحكم بيه بيننا وبين بعض، وانا الهك اللي انت ماشي وراه، كلامي هو اللي هيمشي وهو اللي بصوا خدوا بالكم المشكله فين، ان ربنا بيتكلم والعالم بيتكلم، ربنا ليه منطقه والعالم ليه منطقه، هو الشيطان هيجينا بلا منطق؟ يعني هل تفتكروا الشيطان يقول لك ايه ما تيجي نعمل الخطيه الفلانيه ونروح من جهنم من وراها؟ تقول له اه حلو، حتى الجو هنا حر، الحر مش كفايه، عايزين جهنم نتشوي فيها؟ طبعا لا، طبعا لا. هيقول لك ده دي لذه، ده احتياج، انت بتاخد حقك، انت بتشبع، دي طبيعه ربنا خلقها فيك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ وكلام ربنا فين؟ نركنه ونسمع كلام الشيطان؟ لا، الله إلهك أنا، تسمع كلامي أنا مش كلامه هو. اللي حيدينك كلامي أنا مش كلام الشيطان. كلام الشيطان أنت، إحنا من أول صفحة في الكتاب المقدس شفنا أدم وحواء رموا الوصية على جنب وسمعوا كلام الشيطان، راحوا فين؟ خلاص الحياة بقت بالنسبة لهم شقاء وتعب، والمسيح لخصها في العالم سيكون لكم ضيق. طبعا هو كمل وثقوا أنا قد غلبت العالم، لكن العالم بقى بالنسبة لنا إيه؟ تنبت لك شوكا وحسكا وتعب ووجع وعرق بينك تأكل خبزك. ده آخرة المشي ورا الشيطان ده، احنا واحنا لسه هنا عندنا فرصة. طب وفوق لما الفرصة تروح؟ لازم ننتبه، لما ربنا يتكلم ننتبه.